السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواني وسهلا في حلقة جديدة على قناتكم إسبيتيتو. إذا كنت في بلاصة غير هادئة، حاول تنوض من ديك البلاصة وتمشي لشي بلاصة اللي فريمون هادئة وتقدر تكونسونطخا فيها 100%. إذا درتي هاد المرحلة هادي، حاول أنك تحط داك التليفون ولا البيسي اللي كتفرج فيه، سير هاد الدفتر وورقة وأجي كبر ليكرون وبدا على بركة الله. إذا درتي هاد الخطوات فمرحبا بك معايا في ليبيزود 5 ديبيديميولوجي لانفيستيكاسيون لينيبيديمي ولا لونكيت دون ابيديمي ولا لونكيت ابيديميولوجيك اللي بغيتي سميها سميها. المهم هي واحد الحلقه طويله، اطول حلقه في تاريخ القناه ديال سبيتيسوف. هاد الحلقه فيها دي زانفورماسيون اللي غادي تفيدك مهما كان ستاتيو ديالك وكيف ما بغيتي تكون كتقرا واش من ما سبيسياليتي ابيديميولوجي وحتى كاع ما عندكش كاع على سبيسياليتي، غادي ينفعك وغادي تفهم لو كور كامل. طويله وفيها دي زانفورماسيون بزاف مي مفيده ومفيده بزاف. بلا ما نعاود نوصيكم مره واحده اخرى، ارجعوا شوفوا ليبيزود 1 2 3 4 عاد شوفوا هاد ليبيزود هادي. علاش؟ لان بطبيعه الحال في هادي كونسيبت الا ما قدرتوش تفهموا دوك لي كونسيبت هما اللي ولا ما غاديش تقدروا تفهموا معايا هادشي اللي غادي نقول دابا، لانني في وسط الفيديو غادي نقول دوك لي كونسيبت اللي ديجا شرحتهم. فالا ما كنتيش فاهمهم ما غاديش تقدر تكمل وما غاديش تقدر تفهم. فبطبيعه الحال انا ما غاديش نرجع نبقى كل مره كنعاود نفهمك دوك لي كونسيبت لانني ديجا فهمتهم. كنتمنى تكون هاد الحاجه واضحه. اذا بلا ما نطول لكم بداو نيشان في الحلقه ديالنا انفيستيكاسيون دين ابيديمي ولا بالعربيه تحقيق، اي تحقيق اللي كيديروه البوليس والجندرم هذاك بالضبط. فهاد لونكيت هذا غادي نديرو سو كوا؟ بطبيعه الحال سو ابيديمي اللي ديجا شرحت في ليبيزود اللي فاتو. واخا، ولكن علاش هاد لونكيت هذا اصلا؟ بوركوا اونكيتي؟ هادشي هذا اللي غادي نشوفو في هاد الديابوزيتيف هذا اللي كتشوفو قدامكم. بوركوا اونكيتي؟ علاش كنديرو هاد لونكيت؟ اشنو غادي نربحو الا درنا اونكيت؟ هي كنديرو انترفونسيون سيغ هاد ليبيديمي باش نديرو ليليميناسيون ديالها، نحيدوها كاع. علاش غادي نديرو اونكيت ونضيعو الوقت وليبيديمي ولا الفيروس راه كينتشر؟ علاش؟ بطبيعة الحال هادشي غادي نجاوبك عليه دابا. يلا حاول انك تفكر، حاول انك تفكر. الا مشيتي وخليتي هاد الفيديو ودخلتي كتقلب في جوجل على بوركوا اونكيتي غادي تجبر بزاف ديال الحوايج اللي ما كتقاداش، هضره فلسفيه طويله وطويله بزاف. هادشي هذا ما كينفعناش، كينفع صحاب التخصص. حنا غادي نشوفو واحد الريبونس لي بريسي و افيكاس و جوست دو شوز، جوست دو شوز غادي نشوفوهم غادي تفهمو بوركوا اونكيتي. هاد بطبيعة الحال هاد الحاجة الأولى اللي كتهمنا في لونكيت هي ليرجونس دو سونتي بيبليك اللي كتكزيجي واحد الحوايج حنا غادي نشوفوهم. ليرجونس دو سونتي بيبليك، سطر ليا على سونتي بيبليك واحد خمسة ديال السطور حمر. علاش؟ الصحة المجتمعية ولا صحة المجتمع هي واحد النقطة حمراء تقف عندها الحكومة، فإذا أصاب هذه النقطة شيء الحكومة تحركت بجميع هياكلها. هذا حفظه صافي، هذه معلومة خليها في راسك. لا سونتي بيبليك الا تقصد بشي حاجه، ما كنهضرش على سونتي بيبليك طبيعه الحال شي مدينه بحال دابا شي مدينه في المغرب وكان قصد شي حاجه ماشي مشكل نخليها تبقى لها اباده هانيه. المهم في اطار الضحك وصافي، ولكن هذه واحد النقطه حمراء بالنسبه لاي حكومه الا قصد شي حاجه على سونتي بيبليك، لان ماشي من خاطرهم غادي ينوضوا يحركوا جميع الهياكل. هادشي ماشي خاطرهم، حنا غادي نشوفوا علاش. ف اول سبب هو ليرجونس دو سونتي بيبليك، ثاني سبب هو تابع لهذا السبب هذا واللي كيتسمى ريبوندغ ان بروبليم دو سونتي اورجون اون سابوي اون سابويان سور اون ديمارش سيانتيفيك. داك لا ريبونس، سمعني مزيان، داك لا ريبونس لديك البروبليم سونتي بيبليك اللي شفنا في الاول ما خصهاش تجي غير هكاك على هوانه. يعني اي واحد يجي بحال دابا يجي عثمان يقول لهم لا لا نديرو هادي ونديرو هادي ونديرو هادي، لا ما يمكنش، خصها تجي عن طريق اون ديمارش سيانتيفيك وسطر على سيانتيفيك مزيان، لان هادشي اللي غادي نخدمو دابا في هاد لونكيت لا سيونس باش نقدروا نعرفوا الحلول اللي نقدروا نديرو. نرجعوا للحاجه الاولى، ليرجونس دو سونتي بيبليك كي اكزيج شي حوايج. اشنو هما الحوايج؟ اول حاجه ان اكسبليكاسيون رابيد. ان اكسبليكاسيون رابيد، كيفاش ان اكسبليكاسيون رابيد؟ بطبيعه الحال كل حكومه فاش كيوقع عندها هذيك ليبيديمي كيخصها تطمئن الشعب ديالها. المجتمع بطبيعة الحال راه ما كاينش شي مجتمع في الكرة الأرضية كيخاف شي حاجة أكثر من الموت. إلا جا فيروس كيقضي ولا إرهاب ولا شي حاجة كتجبر الخوف والرعب، فالحاجة اللي كتخوف بنادم هي الموت. لذا الحكومة الدور ديالها هي تهدم بنادم. كاين واحد الحاجة كتسمى عند يعني علماء النفس إلى آخره كتسمى لو كريز بيبليك ولا لا بانيك.
لا بانيك اللي كتكون فريمون جينيرال سور لا بيبليك كامل. فهذه هي اخوف ما يخافوا منه الحكومه ولا الدوله كما بغيتي تسميوها. علاش؟ لان هاد لا بانيك ولا هاد لا كريز كدير لنا واحد الهدم ديال بزاف القطاعات في الدوله اللي شحال والدوله كتبني فيها باش يجي داك المجتمع بديك لا بانيك ويدير لنا الهدم ديالها سوغ بلاص، وكتحتاج بزاف ديال لي فور باش تصدى لهاد لا كريز. لذا خصنا حنا نيفيتيوها من الاول. لذا كدير لك دي زيكسبليكاسيون رابيد ابري كدير لك اون بريز ديسيزيون ابروبري، سيتادير كتحاول انها تاخذ واحد القرارات على حسب الاولويه ديال القرارات. واخا حل الثالثه شنو هي؟ دي ميزور دو كونترول افيكاس، دي ميزور دو كونترول اللي خصها بطبيعه الحال تعطي نتيجه. فتخيل معايا انت قررتي دير انترفونسيون نيشان صافي، انترفونسيون ما قررتيش ديري اونكيت صافي، انا بغيت ندير انترفونسيون باش نتحدى هاد الابيديمي ونقضي عليها في الاول ديالها. مشيتي ودرتي اكسبليكاسيون رابيد للناس باش تطمئنهم، وديك الاكسبليكاسيون اللي عطيتي وشرحتي فيها شنو واقع، من بعد كيكتشفوا الناس انها غلطه. شنو غادي يوقع؟ غيوقع العكس تماما ديال داكشي اللي كنتي نتا باغي، وغادي تقلب السحر على الساحر. اون بريز دو ديسيزيون ابروبري، سيتادير تخيل انك ما درتيش اونكيت، بطبيعه الحال لي سيونتيفيك كيما قلنا غادي دير دي ديسيزيون اللي غالطين، واخا يكونوا صحيحين ما غاديش تعطي الاولويه للحوايج اللي خاصها تكون عندها الاولويه. فهنا عاوتاني غادي يوقع نفس المشكل. علاش غيوقع نفس المشكل؟ لان دوك لي ميزور دو كونترول اللي قلنا في المره الثالثه غادي يكونوا انيفيكاس، غيكونوا ولا درتيهم اصلا صحاحين غادي يكونوا انيفيكاس، ما داروا حتى نتيجه، ومازال الابيديمي كتنتشر. غادي يوقع لا بانيك اللي كنتي خايف منه، الشعب غادي يتقلب عليك، وغادي بطبيعه الحال الابيديمي حتى هي تعاون، وبيان سور غادي يوقع داكشي اللي ما كنتش باغي من الاول، وغادي تزيد الحالات اغراف اكثر من اللي كانت عليها. فهنا كنستنتجو انه ضروري من لونكيت عاد غادي نديرو يدينا في ليبيديمي. واخا دابا بغيت نتعلم شنو هو هاد لونكيت، بغيت نتعلمو كامل من احتر زيد، كيفاش كدير الدوله تتبع هاد لونكيت، ولا كيفاش كيديروا لي سيونتيفيك يتبعوا هاد لونكيت من احتر زيد. قول لي كلشي، ما تربش، احنا غادي نطرقوا لكل شيء. ولكن اول حاجه غادي نقول لكم هي هاد لونكيت اللي غادي تشوفوا معايا كيخصني نعطيكم عليه مثال. وبقيت كنفكر في الامثله اللي تقدر تكون في ليبيديمي اللي فاتوا كاملين، جبرت بان كاين واحد ليبيديمي عندنا دابا نيت اللي كتسمى كورونا فيروس، وهاد كورونا فيروس هاد الفيروس اللي فريمون دابا رجع مونديال، واحد ليبيديمي اللي مونديال في العالم كامل، الاغلبيه ديال الدول وصلها الفيروس. ف ما كاين شي حاجه احسن من هادشي نعطيو بها مثال، لان مازال فريش وكلشي كيهضر عليها صافي. كما كتعرفوا بان كورونا فيروس راه ماشي شي حاجه اللي يعني اللي عاد بانت، راه بانت في 1960، قديمه بزاف، ولكن فيه انواع. وانا ماشي هنا باش نقول لكم درس على كورونا فيروس، ولكن نقول لكم هاد لافورماسيون هادي. النوع الاول هو انيمال، والنوع الثاني هو ايما. اللي كنا مكتشفين شحال هادي كان ايما، ولكن دابا دخل في الخط انيمال، انتقل من الانيمال للانسان عن طريق الحوايج اللي كنتم كتعرفوا ديجا سمعتوا في الميديا. فداك كورونا فيروس اللي سموه كورونا فيروس 2019 هو اللي شكلنا بروبليم دابا ودارنا هاد ليبيديمي، وماشي غير ليبيديمي دابا راجع في الموند كامل نقدروا نسميوه بانديمي صافي. ف واخا انا فهمت انك غتعطيني مثال وفهمت كل شيء، يلا كمل لي، بدا لي باول حاجه شنو كدير الدول. مثلا الصين قول لي فاش اكتشفت ليبيديمي شنو دارت اول حاجه؟ اول حاجه كيحددوا شنو هما لي بوت دو لونكيت، اشنو هما هاد لي بوت، شنو هما الاهداف ديال هاد لونكيت هذا اون جينيرال العامه. هنا غادي نمشيو غادي نشوفوا الاهداف ديال لونكيت، بعدا ما نزربوش نمشيو دقه دقه. شنو هما لي بوت؟ اول بوت اغيتي ليبيديمي، هادي اون جينيرال اول بوت عندنا هو نوقفوا ليبيديمي صافي. هذا هو لو بوت الاول اللي خصنا نفكروا به الا فكرنا انطلاقا من هاد لوبيت. نبداو نشوفوا لي ديتاي. ثاني حاجه بريفنير لا كونتينياسيون دو لا ترانسميسيون دو لاجون ايسيولوجيك دون لي ميديا اي دون لو فيتور، يعني غادي نوقفوا داك الانتشار ديال الفيروس بطبيعه الحال يعني الان ومن بعد في المستقبل. هذا الحاجه الثانيه اللي خصنا نديروها اون جينيرال، مازال انا عاد غادي ندخلوا لي ديتاي.
13 الاخوان هي بريمير لا سيرفوني دو نوفو ايبيزود. كيفاش بطبيعه الحال ما يجيناش في المستقبل كما قلنا دون لو فيتور ما تجينا دي ايبيزود حتى اخرين ما يعاودش ينتشر بنفس الكيفيه اللي انتشر بها دابا. خصنا حتى هذه نحدو منها. رابع حاجه ابروفوندور لي كونيسونس سور لي ريلاسيون انتر لوت لاجون اي لانفيرونمون. هادشي اللي هضرنا عليه لوت هضرنا عليه لاجون هضرنا عليه. لاجون هو الفيروس هنايا لانفيرونمون بطبيعه الحال هو لو موند دابا ولا الصين اللي اتخذناها مثال. ولوتر ديجا هضرنا عليه راك عرفتي شنو هو. خصنا شنو نديرو دابا؟ خصنا نعمقو المعارف ديالنا سوغ هاد لي تخوا شوز صافي. الهدف الاخري ايفولي لا كاليتي دو سيستيم ميتر ان بلاس ان نوفو سيستيم. سيتادير كل دولة بحال الصين مثلا عندها واحد سيستيم دايراه الوزارة الصحة ديالهم هما. هاد السيستيم هذا كيقول في حالة انها جات واحد ليبيديمي قاست البلاد فها شنو هما المراحل اللي خصنا نديرو. داك السيستيم الى بان انه ما صالحش كنبدلوه صافي. هادوم لي بوت اللي كيحطوهم قبل ما تبدا قبل ما يبداو لونكيت. خصنا نوقفو ليبيديمي خصنا نوقفو انتشار ديالو بطبيعه الحال دابا وفي المستقبل. خصنا نوقفو انتشار ديالو في المستقبل بحيث ما يكونش واحد ليبيزود واحد اخر ما يجيناش مره واحده اخرى. خصنا نعرفو العلاج ديالو ونديرو مثلا عليه لقاحات وكذا. خصنا نزيدو نعرفو بزاف د المعلومات الفو ابروفوندور دي كونيسونس سيغ هاد لا غولاسيون انتر لوت و لاجون و لانفيرونمون. وخصنا في اخر حاجه نشوفو هاد السيستيم اللي غادي نتبعو دابا واللي دايرينو دابا واش غادي ينفعنا في ليبيديم باش الا ما نفعناش نبدلوه ولا نحسنوه. هادو هما لي بيت جينيرال. دابا راك فهمتيهم ووعيتيهم ولكن ما تنتقل من هاد لي بيت لهادشي اللي غادي نشوفو دابا حتى تكون ضبطتيهم وقيتيهم عندك وعرفتيهم مزيان لانهم مهمين. اوكي دابا ندخلو لي ديتاي شويه ونشوفو واحد الحاجه كتسمى لي زوبجيكتيف سبيسيفيك. واخا انا حددت لي بيت جينيرال ديالي صافي هادشي راه كيتم بسرعه بطبيعه الحال. دابا شنو هما لي زوبجيكتيف سبيسيفيك ديالنا؟ خصنا ندخلو في لي ديتاي شويه. دخلنا في نيت في كورونا فيروس دخلنا في خصنا نتريتو هادشي اللي عندنا دابا. واخا اول حاجه غادي نديروها هي ايدونتيفي لاجون كوزال. واش نتوما عارفين شنو هو الفيروس؟ عارفين شي معلومه عليه؟ ما عارفينش. شوفوا لنا السبب، شوفوا لنا واش فيروس واش بكتيري واش شوفوا لنا شنو هادشي هذا اللي كيخلي هاد ليبيديمي كاينه. هذه اول حاجه خصنا نديروها. ثاني حاجه ايدونتيفي لو فيكول دو ترانسميسيون. واش هاد الفيروس هذا كينتقل غير بوحدو؟ واش الفيروس علاش كيعتمد؟ كيعتمد على الانسان، كيعتمد على الحيوان، كيعتمد على النبات؟ شوفوا لنا الفيكول ديالو. ثالث حاجه ديتيرميني لو مود دو ترانسميسيون. او لو مود دو ترانسميسيون هذا واحد الدرس اللي كان خصنا نقراوه قبل هذا ولكن ما قريناش ولكن كنظن بانكم كتعرفوه. لو مود دو ترانسميسيون هو الطريقه اللي كينتقل بها الفيروس من بلاصه لبلاصه. شنو هو لو مود ديالو باش كينتقل من قنت لقنت من انسان لانسان من حيوان لحيوان من حيوان لانسان الى اخره. حتى هذاك خصنا نديتيرمينيوه خصنا نعرفوه كيفاش دار انتقل لنا. وطبيعة الحال هادشي كامل اللي كنقولو دابا راه دارتو الصين. حدات لاجون كوزال وقالت بانها الفيروس ديال كورونا يعني الفيروس ديال كورونا. وبطبيعة الحال ايدونتيفيات الفيكول دو ترانسميسيون وقالت بان الفيكول ديالو بطبيعة الحال يقدر يكون انسان ويقدر يكون حيوان. وهاد لا ناتور ديالو يعني منين جا من الحيوان. وديتيرمينات لنا حتى لو مود دو ترانسميسيون قالت لنا بان لا ترانسميسيون كتكون عبر اللعاب يعني لي ساليف. تقدر تكون عبر التصافح يعني والسلام. تقدر تكون عبر مثلا الهواء الى اخره الى اخره الى اخره. رابع حاجه لوكاليزي لا سورس منين جا بالضبط. اشنو هي البلاصه كنهضروا على لو ليو و لو طون لو ليو بالخصوص منين جا هذا. والصين حددت هاد لا سورس وقالت بانه واحد المدينه في الصين كتسمى يوان يمكن يوان ياكو. اخر حاجه يمكن معنا هي ديتيرميني لا بوبولاسيون ريسك. اشنو هي البوبولاسيون لي ريسكي؟ بطبيعه الحال مادام انه دار في مدينه يوان فالبوبولاسيون ديال يوان راه هي اكبر بوبولاسيون ريسكي خصنا نحددوها حتى هي. ولكن دابا في هذه اللحظه هذه راه العالم كامل ريسكي. فهنا حددنا جميع لي زوبجيكتيف سبيسيفيك اللي خصنا نحددو. وهذا الشيء هذا هو اللي دارت الصين. حددت الاولى والثاني والثالث والرابع والخامس حددتهم كاملين صافي. المهمه اللي مور هذا الشيء هذا اشنا هي؟ هي البريباراسيون. بريبارات بزاف ديال الحوايج. شنو هما؟ غادي تقول لي بريبارات لوبيتال فوالا ها اول حاجه.
اوبيتال سبيسيفيك للكورونا فيروس باش تريتيه. زيد شنو دارت؟ منعت الرحلات الجويه والبحريه. فوالا، منعت شي واحد يخرج من دوك جوج المدن اللي تقاسوا واولها يوهان. فوالا، هادي بريباراسيون، بريبارات كاع الماتيريال اللي سبيسيفيك لهاد 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 بطبيعه الحال كورونا فيروس. فوالا، برافو. زيد بزاف ديال لي بريباراسيون درتو منهم. شنو عاوتاني؟ حاولت انها دير واحد حاولت انها دير واحد البيدجي اللي كبير بزاف للناس اللي كيخترعوا والناس اللي كيكتشفوا بطبيعه الحال المصل الامصال ديال لي فيروس باش يكتشفوا تريتمون هاد الفيروس هذا. بطبيعه الحال حطات ميزانيه اللي كبيره وكبيره بزاف. هادشي كامل لي بريباراسيون صافي. دابا خلينا نمشيو دقه دقه. بريبارات راسها من ناحيه الماتيريال، من ناحيه ديال اللوجيستيك، من ناحيه ديال الايكونومي، من ناحيه ديال كلشي. فمور هاد لي بريباراسيون شفنا هادي هي المرحله الاولى ساليناها. دابا لي بوت لي زوبجيكتيف سبيسيفيك لي بريباراسيون. دابا غادي ندخلو مرحله واحده اخرى اللي كيبدا فيها لانفيستيكاسيون ابيديميك في لا رياليتي ديالو. اشنو كيبدا؟ اول حاجه كيبدا بواحد لا فاز مقسمينو بطبيعه الحال العلماء لدي فاز باش كتسهل القضيه. اول فاز كتسمى فاز ديسكريبتيف، وحنا غادي نشوفو شنو فيها بشويه عليك. لا دوزيام فاز لا فاز هيبوتيز، وحنا غنشوفو علاش كيتسمى هكا. ثالث حاجه هي لا فاز اناليتيك. واخا نبداو بلا فاز الاولى، لا فاز ديسكريبتيف. شنو فيها لا فاز ديسكريبتيف؟ فيها واحد الخطوات كيخصنا نتبعوهم خطوه بخطوه. الخطوه الاولى اللي درتها هي افيرمي ليكزيستونس دو ليبيديمي. غتقول لي ايوا ديجا اكدنا على انه كاينه ايبيديمي، تال دابا عاوتاني عاد نديرو عاود تاكيد ليبيديمي. لا، ماشي تاكيد ليبيديمي، تاكيد ليكزيستونس. كيفاش يعني؟ واش هذيك ليبيديمي مازال اكزيست، يعني مازال منتشره، مازال كاينه مع الوقت، يعني ماشي جات فواحد الوقيته ومشات، يعني ماشي مؤقته، لا مازال مع الوقت. يعني خصنا ندخلو بزربه ونديرو حوايج اخرين. هنا كيبدا ليكزيستونس ديال ليبيديمي. غادي نشوفوها دابا نيت ليكزيستونس ديال ليبيديمي. كيقول لك ليبسيرفاسيون دو نومبر دو كا سوبيريور ان نومبر دو كا اتوندو، ميم بيريود ميم بوبيلاسيون. عندنا باغ اكزومبل مثلا 3 ديغنييغ موا في الحالة ديال الصين وكورونا فيروس. اشنو وقع؟ بطبيعة الحال لي كورونا فيروس كيما قلتلكم كانوا كيجيو في العادة وما كان الناس كيتصابو به، بحال اللي كيتصابو بلا غريب ما كتبانش كاع، ولكن هادوك لي زومان يعني كاين عارفينهم وبحالهم بحال لا غريب كيما قلنا، وكيتعالجو الامور ماشية سلامات. فواحد اللحظة شوهد لوبسيرفاسيون دو نومبر دو كا سوبيريور او نومبر دو كا اتوندو. مثلا كنا كنسجلو جميع لي زوبيتو، جميع سواء كانوا بريفي ولا بيبليك ولا لابو ولا اي حاجة، كيكون عنده واحد الحاجة كتسمى لا سيرفيونس كونتينيو. غادي نشوفوها في الاخر. هاد الحاجة هادي كيقيد فيها شنو هما لي كا لي جاو، وكيدير ستاتيستيك، يعني كيدير دراسة كل مثلا موا، كل شهر وكل عام، شحال عندهم من هاد لوكا، وشحال عندهم من هاد لوكا، وشحال عندهم من هاد لوكا. فهمتوا؟ انا في هاد لي ديرنيغ 3 موا مثلا اكتشفت بان واحد الحاجه جديده، واحد الحاجه جديده ماشي كما كنعرفوا ديما ديال كورونا، ولكن شي حاجه جديده دخلت وكتبنا في الموس ديال الناس واحد مورا واحد. هنا كتدخل وكتشوف بان كتشوف كتقارن ما بين دوك لي ستاتيستيك اللي كانوا كيديروا في لي 3 موا ديرنيغ. قالوا بان مثلا الناس اللي ماتوا مثلا كاع من 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 لا غريب ولا من هاد النوع ديال لاغريب اللي تسمينا كورونا فيروس، مثلا كانوا واحد ولا جوج، ولكن هاد لي 3 موا هادو راه ماتو اكثر من 10 ديال الناس. هنا كتعلن على ليكزيستونس ديال ليبيديمي ولا على ليبيديمي اون جينيرال. اوكي، فكل حاجه عندها قواعد، ولكن هنايا كتشوفوا قدامكم ميم بيريود ميم بوبيلاسيون، سيتادير كنقارنو ما بين 3 موا لي فاز و 3 موا ديال دابا، وفي البوبيلاسيون يوهان وفي نفس البوبيلاسيون كنديرو مقارنة لنفس البيريود و نفس البوبيلاسيون. أمور بسيطة وبسيطة بزاف خصك تدخلها لدماغك. أوكي، فإلا فهمتي هادشي فراه بيان، فراه مزيان. إلا ما فهمتيش ما تكمل معايا حتى تفهمو، رجع عاود تاني صافي. دابا درنا لافيرماسيون ديال ليكزيستونس دو ليبيديمي. فشنو المرحله اللي موراها؟ واحد المرحله كتسمى كونفيرمي لو دياغنوستيك ولا كونفيرماسيون دو لا دياغنوستيك. اشنو هي هادي؟
ياك استاذ عاد درنا دابا افيرمينا ليكزيستونس ليبيديمي، قلنا بانه ليبيديمي، واخا قلنا بان ليبيديمي ولكن ما قلناش بان كورونا فيروس هو اللي كيقتل. هادشي من بعد دابا انا كنهضر لكم دابا وانتم عارفين هاد ديزانفورماسيون، ولكن الصيف الاول ما كنتش عارفهم، كنت عارفه غير ان شي حاجه كتقتل بحالها بحال لا غريب. لا غريب راه ما كتقتلش بداك الشكل، ولكن شي حاجه راه كتقتل هاد الناس هادو. فشنو هي؟ خصنا نديرو لو دياغنوستيك صافي، خصنا نكونفيرميو لو دياغنوستيك. فهنا غادي نمشيو نشوفو شنو هو هاد لو دياغنوستيك، كيفاش كيديروا يكونفيرميوه. وكيقول لك في هاد الكونفيرماسيون دياغنوستيك كيقول لك confirmer le diagnostic clinique à l'aide de techniques de laboratoire, sérologie, isolement de l'agent causal, recherche de techniques, examiner quelques malades avec un spécialiste. Tous les cas n'ont pas besoin d'être confirmés. Aoul haja, galik an confirmer le diagnostic technique laboratoire. Yani تقنيات مخبرية، وتقنيات مخبرية بحال سيرولوجي إيزولمون دلاجون كوزال، سيرولوجي بوحدها وإيزولمون دلاجون كوزال بوحدها، غوشيغش ديال شي حاجة توكسيك، هادشي هذا كامل دي تكنيك كيدارو في لابوغاتوار اللي كنقدرو من خلالهم نعرفو شنو هو لاجون كوزال، ومن خلال لاجون كوزال نعرفو لو دياغنوستيك. أوكي الإخوان، في الآخر كاينة واحد الجملة كيقولك تو لي كا أون با بوزوان ديتر كونفيرمي، وهادي نخليوها عقلوا ليها، انا غادي نفكركم فيها من بعد صافي. يعني ماشي كاع الحالات بالضروره تكون سيغ سيغتا هذاك راه سميتو فيه الفيروس. يعني ماشي مثلا بالضروره انا باش نثبت انك فيك كورونا فيروس، ماشي بالضروره نكشف ان فيك فيروس كورونا فيروس عن طريق دوك لي تكنيك د لابوغاتوار. حنا غادي نفكركم فيها من بعد، دابا غير تبعوا معايا. من بعد ما شفنا كونفيرمينا دياغنوستيك كاين واحد المرحله واحده اخرى اللي هي الثالثه ديفينيسيون دوكا. عقلتوا على هاد اللعيبه اللي قلت لكم يعني بلا ما نكونفيرمي انك فغي عندك الكورونا فيروس بلي تكنيك دلابو راه نقدر نقول انك في كورونا فيروس. عقلتوا ليها هاد اللعيبه هادي اللي غادي نقولها لكم دابا في ديفينيسيون دوكا. فركز معايا مزيان في ديفينيسيون دوكا راه مهمه، واخا انا نشرح لكم مزيان شنو كنعني بالديفينيسيون دوكا. ديفينيسيون دوكا فهذا الاخوان هو لوكا ديالنا، واخا هذا واحد الانسان صيني عايش في مدينه يوهان صافي، مدينه فيها وباء، جاه المرض شنو غادي يدير؟ غادي يمشي لوبيتال. لوبيتال شنو غادي يديروا له؟ غادي يديروا واحد الحاجه كتسمى يوتيليزي لي كريتير دي زوبجيكتيف. شنو هما لي كريتير؟ اول حاجه كيديروا له دي زيكزامان كلينيك سامبل اي بريسي باش كيعرفوا شنو عنده. ثاني حاجه كيديروا له دي زيكزامان بارا كلينيك ودي زيكزامان ايبيديميولوجيك. خليو هادو فهاد الجنب هذا، انا غادي نرجع لهم دابا من بعد ما نشوفو هاد لي دو ريسك. هادو كاين عندنا دو ريسك دو لو شوا دو لا ديفينيسيون دوكا. الريسك الاول هو انكلور دي فوكا، سيتادير ان الميدسان يدخلنا دي كا ولكن هما ما فيهمش الفيروس. والفوط الثاني هو اكسكلور دي فري كا، يعني انه يصيفط دي كا اللي فيهم الفيروس ولكن هو ما عرفش. تقول لي كيفاش يدير دي زيكزامان باش كيعرف ويتاكد؟ لا ماشي ديما، وهنا غادي نقول لك علاش. فإلا دخلنا دي فوكا لداخل مع الناس اللي دايرين لهم لي زولمو اللي هما فغيكا، حتى هذاك غادي يرجع فغيكا واخا كان فوكا، فهمتي؟ ولا اكسكلا دي فغيكا غادي يخرج داك الفغيكا وغادي يعادي لنا الناس اللي ما فيهمش الفيروس. يعني الامور خطيره جدا. هنا غادي نمشيو وغادي نشوفوا واحد الامور، جوج الامور مهمه بزاف غادي يحددوا لنا وغادي يفهموا لنا هادشي كامل كاسيرتان او كابروبابل. شنو هي كاسيرتان وشنو هي كابروبابل؟ نبداو بكاسيرتان. كاسيرتان قال لك هي ان هاد لوكا هذا فاش كيجي لنا داك الطبيب اول حاجه كيشوف فيه هي لي سامبتوم د كورونا فيروس، وهذا مثلا من الناس الاولى اللي جا لوبيتال صافي، مازال ما انتشرش يعني مازال يلاه في واحد العدد محدود من الناس. لي سامبتوم كيشوف ديال كورونا فيروس اللي هما شنو؟ هما لي سامبتوم ديال لا غريب، مود تيت، جا عندو قال له عندي مود تيت، عندي لا فيفر، عندي لي فريسون، عندي عندي عندي، داكشي كامل ديال لي سامبتوم ديال لا غريب. شنو كيدير له هو؟ كيدير له ان ايزولمون دو كورونا فيروس، سيتادير كيدير لي تكنيك لابوغاتوار اللي قلنا باش كيحدد واش داك الفيروس اللي فيه واش كورونا فيروس ولا شي فيروس وحده اخرى. هنا غادي يتاكد سيغ سيغتان انه كورونا فيروس.
وهنا غادي ترجع كاسيرتا. ولكن كنضيفوا واحد جوج المعلومات كنقولوا هو ملي با يعني باغمي لي ريزيدون ديوان يعني ساكن في المدينه اللي فيها الفيروس اللي هي يوان. وبطبيعه الحال ابارتير دو 12 قالك الاعراض دو كيجوني ابارتير دو 12 2019 يعني في الوقيته اللي انتشر فيها الفيروس هذا. فسيغ سيغتان سيغ سيغتان ماشي يم سيغ سيغتان نيت ان هاد لوكا راه فيه كورونا فيروس فغادي ندخلوه من اجل التريتمون كاسيرتان صافي. شنو هو كا بروبابل؟ وفي الكا بروبابل هو فاش كيكون المشكل ديال دوك لي دو ريسك اللي هضرنا عليهم. شنو هو كا بروبابل؟ كيجي كيقول له عندي نفس لي سامبتوم السامبتوم اللي هضرنا عليهم هاد دابا. شنو كيسولو من بعد بطبيعه الحال ما انتشر هاد كا بروبابل كنبداو كنعتمدوا عليه من بعد ما كينتشر الفيروس بزاف بحال اللي واقع دابا نيت في يوان. مثلا انا الطبيب جا عندي واحد من يوهان دابا نيت شنو قال لي؟ قال لي عندي هاد لي سامبتوم الفلانيين اللي قلت لكم عاد دابا. اول سؤال غادي نسولو واش كنتي مع شي واحد ديجا مريض بكورونا فيروس ديجا مرض ولا قاسو الفيروس؟ يقول لك اه راه كان معنا خويا وخويا تقاس بكورونا فيروس ودابا راه في لوبيتال حتى هو. هنا غادي نحبس ما غاديش ندير انيزولمون كورونا فيروس ولا دوك لي تكنيك لابوغاتوار باش نديتيكتي واش كورونا فيروس ولا لا. هنا يكفي انني يكون يعني كونتاكتا واحد الكاسيرتان ويكفي انه يكون parmi les résidents de Wuhan و apartir ديال لو ميم طون اللي انتشر فيه الفيروس. هاد المعلومات كاملين كنقولوا بانها كا بروبابل حتى هو مريض بالفيروس كورونا يعني بلا ما نمشي وما نضيع الوقت ونبقى نشوف لي زيكزام لابوغاتوار. عاد نرجع دابا نشوف لكم لي زيكزامان كلينيك. لي زيكزامان كلينيك هما لي سامبتوم اللي كنشوفو صافي واللي كنتاكدو منهم. وكنبداو لي زيكزامان ايبيديميولوجيك هو كنسولوه واش كونتاكتا يعني شي واحد في الفيروس ولا لا. ولي زيكزامان باراكلينيك هما مثلا لي تكنيك د لابوغاتوار اللي كنديروهم في الكاسيرتا باش نتاكدو واش هذا فريمون فيه الفيروس ولا لا. هادو هما ديفينيسيون دو كا كيفاش كتحدد يقدر يكون سيغتان يقدر يكون بروبابل او كاملين في الاخر حتى البروبابل كيرجع سيغتان فاش كيتخلط مع الناس اللي سيغتان. فكنتمنى من الله سبحانه وتعالى تكون هاد بنت الحيتيه هادي مفهومه. الا فهمتوا ليا هاد الديابوزيتيف هادي بالذات 100% راه الامور ماشيه مزيانه وبخير والحمد لله. فنوليو ونشوفوا فين وصلنا دابا في المراحل ديالنا. وندوزو دابا لواحد ليطاب اللي حتى هي بالاهميه مما كان بحال بحال ديفينيسيون دوكا. هاد ليطاب هادي مهمه بزاف وكتسمى الكوليكت دي دوني وكما كتشوفوا من العنوان ديالها فهي كتعلق بجميع المعلومات. بطبيعه الحال غادي نعرفوا بزاف على هاد المرحله وغادي نعرفوا اشنو هما لي سبيسيفيك وغادي نعرفوا اشنو هما لي سبيسيفيتي ديالها. فاول حاجه كتقول لك هاد المرحله توليكا دو رومبلي لي كريتير دو ديفينيسيون دوكا سيتادير شنو كتقول؟ كتقول لك اول حاجه ما تدوز من مرحله لمرحله حتى تكون ساليتي تماما و100% المرحله اللي قبل منها. مثلا ما تدوز من المرحله ديال الكوليكت دي دوني ما تدوز من المرحله ديال ديفينيسيون دوكا الكوليكت دي دوني حتى تكون ساليتي 100% ديفينيسيون دوكا. وكيقول لك بان كاع لي كان اللي جاوك كيخصهم دير لهم ديفينيسيون دوكا فسوا يكونوا كا سيرتان سوا يكونوا كا بروبابل سوا يكونوا دي كا سان يعني ما فيهمش هذيك ليبيديمي ولا ما فيهمش داك الفيروس عفوا اللي هضرنا عليه وعطينا اكزامبل كورونا فيروس. فهنا شنو خصنا نديرو؟ هنا كتقول لي شنو هما لي سورس ديال هاد الناس اللي كيديروا كوليكت دو دوني. كاين واحد الناس يعني المهمه ديالهم هو انهم يجمعوا هاد ديزانفورماسيون هادو ولكن شنو هما لي سورس ديال هاد الناس هادو؟ كنقول لك بان تقدر تقول كاع لي زيتابليسمون سوا دو سونتي سوا يعني بطبيعه الحال بيبليك ولا بريفي اللي كيستقبلوا لي كا ديال هاد لي مالادي بحال لا غريب اللي هضرنا مثلا هنايا في لوكا ديال كورونا فيروس. فنقدروا نعتبروا لي ميت يعني لي ميتسان لي كابيني ديال لي ميتسان لي زوبيتو لي لابوغاتوار لي زيكو لي زانستيتو لي بيبليك و بريفي لي زونكات سيرولوجيك كلشي اللي متعلق بميدان الصحه فهو دخل في هاد لي زانفورماسيون ولا عنده شراكه مع يعني الدوله كيعطيوها لي زانفورماسيون كونتيني في كل واحد البيريود معينه
وخصيصا في هذه الحالات هذه. فمن بعد ما جبنا لي زانفورماسيون ديالنا من هاد لي سورس هادو اللي هضرنا عليهم دابا هنا وطبيعه الحال لي زانفورماسيون كيكونوا داروا لهم ديفينيسيون دوكا يعني كيكونوا ديفيني. فمن بعد ما حنا جبنا هاد لي زانفورماسيون هادو شنو كنديروا هنا؟ كنديروا واحد رومبليساج ديال دي فيش دونكيت. كنرومبليو اون فيش دونكيت بور شاك مالاد يعني كل ليك دانفورماسيون في اطار جمع المعلومات. من بعد ما جاونا ديك لي ديفينيسيون دوكا كنديروا واحد لا فيش وحده اخرى كتكون فيها ولا كتسمى كل ليك دوني وكنجمعوا فيها دي زانفورماسيون ديموغرافيك كلينيك بيولوجيك تو لي زانفورماسيون جوجي ايتول ستادير كاع لي زانفورماسيون يقدروا يساعدونا وي اي جوجيو مزيان داك لوكا اللي حنايا كنخدموا عليه. ف هنا كتكون عرفتي وخرجتي بواحد النتيجة على أن الكوليك دي دوني هو مجرد جمع مجموعة من المعلومات عن طريق بزاف ديال لي سورس. هاد المعلومات هادو كتكونو ديجا مجموعين فيما يسمى بالديفينيسيون دوكا يعني لي كا لي كتجي كتجمعو عليها المعلومات ديجا كتكون إلي ديفيني واش بخوابل ولا سيغتان. ومن بعد ما كيجيو دوك لي يعني لي كا لي ديجا ديفيني كنحاولو أننا ناخدو لهم واحد الدوسي لي كنعمروه مع لي زانفورماسيون بتلاتة. أول حاجة لي زانفورماسيون ديموغرافيك فين كيسكن بلاصة شنو تاني حاجة لي كلينيكو بيولوجيك كهضرنا على هادشي هذا وثالث حاجة هي لي زانفورماسيون لي كتجي لنا ديكول ولا تو لي زانفورماسيون لي عندهم علاقة بهاد لاسوسياسيون ديالنا. فهاد الدوسي هذا مهم ومهم بزاف وغادي نعتمدو عليه في بزاف ديال الحوايج غادي نهضرو عليها من بعد هاد المرحلة هادي. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى الكوليك ديالنا تكون تفهمات مزيان وندوزو للمرحلة المرتبطة بها والتي تليها واللي هي ديكخيغ ليبيديمي. ديكخيغ ليبيديمي المراحل المهمة اللي غادي نشوفو فيها بزاف ديال الحويجات وهذه كنتطلب شويه ديال التركيز حتى هي فركزوا معايا مزيان. اول حاجه كتقول لك هذه المرحله اورغانيزي دوني كوليكتي اون تيرم دو طون ليو بيرسون. شنو درنا؟ ديفينينا لي كا ياك خدينا من ديك لي ديفينيسيون ديكا خديناهم ودرنا دي فيش وحده اخرين سميناهم كوليكت دي دوني لكل باسيون بطبيعه الحال لكل مريض. من بعد ما درنا ديك كوليكت دي دوني كنعتمدوا على ديك لي دوني باش كنورغانيزيوهم على حساب لو طون لو ليو البيرسون. هاد ثلاثة ديال لي كريتير ولا هاد ثلاثة ديال لي فاريابل صافي. هنا غادي تبع معايا مزيان وعقلي على هاد لو طون لو ليو و البيرسون لان مهمين بزاف. فهنا اول حاجة غادي نشوفوها غادي نشوفو داكشي اللي متعلق بالبيرسون. نهضرو على البيرسون بعدا وغادي نشوفو لي فاريابل الاخرين اللي هما لو ليو و لو طون. فركز معايا كتقولك هنايا ديكريغ لي كا سولون لاج لو سيكس ليتا ماتريمونيال اكسيتيرا. هادو ولا هاد العريضة هادي كتهضر ليا على جميع لي زانفورماسيون اللي عندهم علاقة مع لو باسيوني لي زانفورماسيون بيرسونيل. فالحاجة التانية هي لي زانفورماسيون اوتيل بوغ دريسي لو بروفيل دي كا سيتادير ان هنا وديما غادي نطرحو المثال ديالنا باش تفهم مزيان علاش كنهضر لان هادشي هدا راه خصك تحفظو وتفهمو مزيان. ف كورونا فيروس الصين شنو دارت فاش وصلوا لهاد المرحله ومن بعد ما جمعوا لي زانفورماسيون ديالهم لي سورس اللي قلنا وداروا كوليك دي دوني وداروا لي فيش. هنا كيجيو الناس اللي متعلقين بهاد المرحله ديال كريغ ليبيديمي كيجيو كيورغانيزيو هاد لي دوني هادو ومن بعد كيورغانيزيو مع هاد لي فاريابل اللي قلت لكم كيبداو بالبيرسون. فشاك بيرسون كيديروا له هاد القضيه هادي وكيجيو كيديتكتيو معاه كاع لي زانفورماسيون كونسيرنون داك البيرسون هذا وكيدريسيو ولا كيحطوا واحد لو بروفيل ديال دوك لوكا اللي كيكون بيان ديتاي على داك لوكا باش نقدروا نشوفوا شنو هما الحوايج المشتركه ما بين داك لوكا ولوكا الاخر ولوكا الاخر. وهنا نقدروا نخرجوا لي نتائج اللي يقدروا يساعدونا من بعد وحنا غادي نشوفوا فين غادي يساعدونا. فهمنا ليتاب الاولى لي كونسيرنون بيرسون. دابا غادي ندوزو نشوفو فاريابل الثاني اللي هو لو طون. لو طون مهم بزاف اننا ناسيغيو داك لو طون اللي فيه ليبيديمي ماشي شي طون حدا اخر اللي قبل ولا من بعد صافي. فاول حاجه نشوفو على لو طون هي ديستريبيسيون دو كاس سولون لو طون لور جور سيمين الموا. بطبيعه الحال هنايا كنديتكتيو لو جور بالضبط لا سيمين لو موا اللي وحتى الساعة إلا قدرنا اللي داك السيد بدا كيحشر فيها بلي سامبتوم ديال ديك كورونا فيروس باغ اكزومبل. فهنايا كنديتكتي لو طون بالضبط باش كنقدرو أننا نحطو واحد الميبيان صحيح من بعد وحنا غادي نشوفو علاش كنهضر لكم دابا. أون ديبي لي سامبتوم يعني في الديبي ديال لي سامبتوم اللي كنشرح لكم دابا يعني ديغنوستيك لو طون ديال كلشي ديال فوقاش بداو لي سامبتوم فوقاش ديغنوستيكا يعني لابورتونس ليفوليسيون du but pic du ref, c'est-à-dire
بكل بساطه باش تفهموا هذا العنصر هذا مزيان، غادي كيقول لك بان خصنا نهتموا بلوطون ديال شاك ايتاب من لي ايتاب اللي داز منهم هذاك السيد. يعني اول حاجه شعر بلي سامبتوم كان في دارو، فشعر بلي سامبتوم فوقاش اش من وقت بالضبط، عاود من بعد جالو لوبيتال اش من وقت جالو لوبيتال، من بعد درنا له ادميسيون دخلناه اوسبيتالي وعرفنا فوقاش، من بعد دانو لي زيكزام فوقاش، من بعد دياغنوستيك وحطينا له دياغنوستيك هضرنا على دياغنوستيك فوقاش تحت دياغنوستيك، من بعد درنا له ديفينيسيون دوكا وقلنا بانه كاسيرتان ولا كابروبابل فوقاش من وقت. لامبورطونس ديال هادشي هذا هو نعرفوا ليفوليسيون ديال داك الاخر ديالو، يعني ليفوليسيون التطور المرضي، يعني التطور ديال باثولوجي ولا ديال الفيروس اللي عنده، شحال احتاج ديال الوقت باش يوصلوا لهاد الحاله هادي. فهنايا كنستافدوا بزاف ديال المعلومات من خلال هاد الامور هادي، لا دوري ديال ليفوليسيون ديال الفيروس وفوقاش غادي يسالي التريتمون ديالو اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. هنا غادي نقدروا ناخذوا واحد لي زانفورماسيون غادي ينفعونا مع ليكا اللي غادي يجيو من بعدو. دابا كنظن بان هاد الفاريابل ديال لو طون اي كومبري. دابا غادي ندوزو نشوفو لو ليو ديستريبيسيون جيوغرافيك دي كا. هاد ديستريبيسيون جيوغرافيك دي كا راه مهمه بزاف، ف هنا غادي نحترم ولا ناسوري لو ليو دو ريزيدونس لو ليو دو ترافاي لو ليو دو تراكتيفيتي. غادي نجي وغادي نسول داك السيد هذاك شنو هما لي ليو اللي مشى فيهم من نهار بدا كيحس بلي سامبتوم ومن قبل كاع، شنو هما لي ليو، يعني فين كيسكن، فين كيخدم، شنو فين، يعني واش كيدير شي سبور فشي بلاصه، واش كيتمشى مع شي، كاع لي ليو اللي كيمشي عندهم خصني ناخذهم بالاعتبار ونحطهم حتى هما في لي زاناليز جيوغرافيك وديموغرافيك ديالي. بطبيعة الحال ريبريزونطاسيون دي كا سور اون كارت بيرمي ديدونتيفيي اون توندونس دو ديستريبيسيون سونو لا بلاص. اللي كيتبع معايا لي زيبيزود من واحد حتى الاخر هضرنا على يعني كوليرا في الاول مع جون سناو كما كتعرفوا، قلنا بانه حط يعني اول عالم كيقدر يحط لنا هاد القضيه ديال لا كارت سيتادير ديال ديستريبيسيون جيوغرافيك ديال لي كا، هو اللي اول واحد حطها واول واحد اهتم بها. فهداك الشيء اللي كيقول لك انا كيقول لك بان الناس اللي كيديروا هاد ديكريغ ليبيديمي شنو كيديروا، كيحاولوا انهم يحطوا شفوق فين بالضبط كيتمركزوا هاد لي كا وفين بالضبط كيوقع التجمع ديال هاد لي كا اللي كيجيو منهم هاد الناس اللي طبيعه الحال فيهم الفيروس. هادشي كامل دارته الصين بحذافيره وشدات بطبيعة الحال هاد لي زاكتيفيتي كاملين ودارتهم ودارت هاد لي دوسي كاملين لي كيتعلقو بشاك باسيون. فهنا غادي نحاولو أننا ندوزو ونشوفو فاش غادي ينفعنا ديكخير ليبيديمي كتر. واخا هادشي لي كتشوفو قدامكم هما جوج ديال المبيانات، صافي هاد لي المبيانات كنديروهم من خلال هاد لي فاريابل لي قلتلكم سولون نومبر دو كا مع لو طون، صافي كيما كتشوفو نومبر دو كا مع لو طون. اوكي واخا غادي نشوفو اول نوع من المبيانات، فركز معايا الله يحفظك، ركز معايا ولا تلفسي شد الارض وعاود تاني راجع وعاود تاني شوف داكشي فاش غتفهمو كمل معايا. اوكي فا اول نوع من من المبيانات اللي عندنا كيتسمى ترانسميسيون دو بيرسون ا بيرسون، سيتادير من بعد ما كنديرو كوليكت دي دوني ومن بعد ما كنديرو ديك ديكخيغ اللي هضرنا عليه دابا سون لي فاريابل كنحطو هاد لي ميبيانات هادو كيساعدونا في اننا نحددو اشنو هو النوع ديال الترانسميسيون. هنا غادي يبدا هنا غادي يبداو سميتو غادي يبداو الثمرات ديال هذاك الشيء اللي كنديرو، وهنا غادي نبداو كنعرفو بعض المعلومات كونسيرنو هاد الفيروس هذا. ترانسميسيون دو بيرسون ا بيرسون كيكون الشكل ديال الميبيان ديالنا على هاد الشكل هذا اللي كتشوفوه على اليسار، ف نقدروا نجبروا بانه هناك واحد التكتلات واحد بطبيعه الحال كيتزادوا لي نومبر. كان مثلا هنا عندنا بيرسون واحد في هذا المربع هذا، شويه ولاو عندنا هنا عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة، يعني عندنا أربعة ديال الحالات بطبيعه الحال كما كتشوفوا يعني سيغ لو طون. هنا كنهضروا على نومبر دو كا سيغ لو طون، كل ما هادو عندنا مثلا أربعة ديال الحالات كل ما تزاد الوقت الحالات كيزيدوا يكثروا لان ليبيديمي كتزاد تنتشر، متفقين معايا. هنايا زادوا عندنا بزاف ديال الحالات وحنا غاديين مع لو طون الحالات كتزاد اون بليس الحالات كتزاد، ولكن كاين واحد الحاجه كتميز هذا الميبيان هو انه كاين فرق يعني واضح في الميبيان ما بين يعني كاين واحد سيباراسيون ما بين واحد هاد الناس وهاد الناس. يعني جانا واحد المريض مثلا في لو موا ان مثلا ومن بعد داز دو سمان وعاوتاني جاونا اربعه وعاوتاني دازت مثلا سمين ولا 3 سمين وعاوتاني جانا واحد لو نومبر كبر وحنا غاديين بحال هكا. هكا فاش كيكون هاد
طبيعة الحال هذا التقسيم هذا كنقولوا بان لا ترانسميسيون كدوز من بيرسون ل بيرسون، يعني خصنا نتخيطيو هذا البروبليم هذا، وما خصنا مثلا نديروا التوعيه للناس باش يحاولوا انهم يتجنبوا المصافحه ما بين السي يعني واحد وواحد اكسيتير اكسيتير اكسيتير، وهادشي غادي يعاوننا في بزاف د الحوايج واحد اخرين. فما نزربوش ونمشيو دقه دقه ونحطوا هاد ليزانفورماسيون اللي كنستافدوا منها اكوتي، ومن بعد غادي نعرفوا شنو غادي نديروا بها. فنشوفوا مثلا النوع الثاني، الى جانا مثلا الميبيان على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا هنايا ليكا بداونا بواحد جوج، ومن بعد طلعوا نيشان دغيا لواحد النومبغ اللي فريمون كبير. هنا كنعرفو كنستنتجو بكل بساطه يعني بالمنطق، الا شتي غادي تعرف بان هذا الانتشار يعني جاب واحد الزربه وما كاينش واحد لو طوم بين يعني جاونا ضربه واحده. حنا بطبيعه الحال ما دام ان جات مجموعه كبيره ضربه واحده وديك المجموعه بقات كتجي يعني كيجي واحد مورا واحد واحد مورا واحد، هنا كنعرفو بان لا سورس كومون انيسيال ترانسميسيون بيرسون ا بيرسون بجوج. كيفاش؟ سيتادير انه كاينه لا ترانسميسيون بيرسون ا بيرسون، هذه وحده كتساعد، ولكن ماشي غير لا ترانسميسيون بيرسون ا بيرسون، ولكن واحد لا سورس اللي مثلا كاين كان فيستيفال كان شي 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 بلاصه كان مجموعه فيها بزاف ديال الناس وتقاسوا كاملين، ولا واحد البلاصه كاع مزدحمه وقع لهم كاملين الانتشار ديال داك الفيروس، لان مثلا شربوا من نفس البلاصه. ولا المهم كيكون هذيك لا سورس لي كوميون ما بين بزاف ديال الناس عليها، كيفسر لنا هذا الاقبال الهائل ديال ليكا على لي زوبيتو مثلا كما كنشوف في الميبيان الثاني. فهاد الميبيان هذا كيكشف لنا هاد الحقيقه هادي، وهنايا كنحاولوا اننا كوم انترفونسيون من بعد كوم انترفونسيون اننا مثلا نفرقوا كاع الحوايج اللي وهادشي اللي دار الصين، فرقات كاع المطارات، مابقاش الرحلات، مابقاش كيتجمعوا ديك يعني مابقاش الناس كيتجمعوا مع بعضياتهم بشكل اللي كبير ومكثف، يعني ملاعب كره القدم داكشي تلغى، كلشي اللي فيه الحفلات وداكشي كامل تلغى بطبيعه الحال، لان على هذا السبب هذا. فنكملوا ونشوفوا لي زوتر اللي عندنا، لي زوتر كان اللي عندنا. ف هادي نفس الشيء ليكا مع لو طون. فهنايا كي عندنا لو سورس برولونجي كونتينيو، هذا الثالث كما كتشوفوا هنايا على اليسار، نفس الحاله اللي هضرنا عليها عاد دابا نيت، وقلنا بانها كتجي يعني ليكا كيبداو كيجيو يعني مجموعين. هنايا كنسميوها عاوتاني سورس برولونجي كونتينيو، يعني ان هاد لا سورس كومون بطبيعه الحال وكونتيني، سيتادير انه مازال شي حاجه اللي كتخلي الناس مجموعين وكينتشر بيناتهم بالزربه صافي. برونجي هي يعني طويله ومستمره. فكنتمنى ان هذا حتى هو هذا النوع هذا يكون واضح جدا. والنوع الاخير هو سورس كومون بونكتويال. لا سورس كومون بونكتويال كما كتشوفوا هنايا هو ان يعني اللي كيميزها هو ان فريمون جانا داكشي، جانا مثلا 3 بيرسون بعد 4 بيرسون بعد جا واحد النون بغلي كبير، ولكن ابخي بدينا كنلاحظوا واحد عاود واحد انخفاض. اوكي بدينا كنلاحظوا واحد انخفاض عاود بدينا كنخفضوا ترجعوا 2 بيرسون واحد وعاود ثاني يقدر يطلع، ولكن كيكون بهذا الشكل هذا. الا شفتوا واحد من هادو هنا مثلا استاذ عطاكم فرض ولا في اكزامان قال لكم عطاكم هذا وقال لكم خرجوا لي لا سورس، كي دايره لا سورس؟ غتقولوا واش بيرسون ا بيرسون يعني لا ترانسميسيون، عفوا واش بيرسون ا بيرسون، واش برولونجي كونتينيو، واش يعني كومين بونكتويال، واش سميتو برولونجي كونتينيو ولا كومين يعني انيسيال مع بيرسون ا بيرسون بجوج. يعني غادي تقدروا تكتشفوا شنو كيعني الميبيان بكل بساطه وتقراوه بكل بساطه غير بلا لوجيك والفهمه. فكنتمنى من الله سبحانه وتعالى تكون هذه الامور جد واضحه. انا كنعرف بان هذا الفيديو غادي يكون طويل، لذا انتهي بعد ما هذه المرحله ونكملوا ديك الساعه ديالنا. ف هنايا كنكونوا سالينا وسدينا لا فاز ديسكريبتيف، وهذا الشيء اللي كنستافدوا منها هاد لي زانفورماسيون هادو، ودي زانفورماسيون مازال غادي نطيو فيهم. ف هاد المرحله هادي مهمه بزاف، وهي الكبيره كاع في هاد المراحل كاملين، هاد المراحل الثلاثه. لذا وقف هنا ورجع راجع لي زانفورماسيون ديالك، وحاول انك تبقى محافظ على ليستوار اللي كندويو عليها، حاول انك تبقى محافظ على التراتبيه ديال لي زانفورماسيون في عقلك. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى تكون هادشي اللي قلتو كامل مفهوم، الا ما كانت شي حاجه مفهومه طبيعه الحال لي كومونتير. دابا غادي نكمل معكم ونشوفوا لافاز الثانيه اللي هي لافاز دي
زيبوتيز. وهاد لافاز كما معروف من ولا كما كتشوفوا من العنوان دي زيبوتيز هي فرضيات، وغادي نفورميلو فيها دي زيبوتيز، غادي نفورميلو فيها فرضيات، غادي نمشيو وغادي نبداو نشوفوا اشنو كتضمن هاد المرحله. وهاد الفورمولاسيون ديال زيبوتيز كيخصها تكون سيغ دي شوز، بطبيعه الحال كتكون بازيه على بزاف ديال الحوايج. فغادي نقولوا اون سو بازون سيغ اول حاجه لي سامبتوم كلينيك، ثاني حاجه لا كونسيكونس دو لا مالادي، و ثالث حاجه لاسبي دو لا كورب ايبيديميك، واخر حاجه لا ديفيرونس دي تو داتاك. الى لاحظتوا معايا هادشي كامل دوينا عليه في الفاز الاولى، يعني هادشي كامل عندنا، هادشي كامل مجموع في دي فيش، سواء لا فيش ديال ديفينيسيون دوكا، سواء لا فيش ديال كوليكتي دوني، سواء سميتو لي كورب ايبيديميك اللي عرفناهم ديكريغ ديال ليبيديمي. هادشي كامل عندنا مجموع لهاد الاغراض عاوتاني باش ندير واحد ليبوتيز. واخا نشوفو كيقول لك اون او بليزيور ايبوتيز سورون ايميز sur la cause de l'épidémie, l'agent causal, sa source, son mode de transmission ou le véhicule. كي يقول لك إلا درنا فرضية واحدة ولا مجموعة من الفرضيات، فراه بطبيعة الحال وباللوجيك هادشي هذا كيخصو يحدد لنا، ولا هاد الفرضية كيخصو تحدد لنا شنو هو لاجون كوزال، يعني خصها تجاوب لنا على الأسئلة اللي طرحناهم في الأول في ليزوبجيكتيف سبيسيفيك إلا عقلتو، شنو هو لاجون كوزال، شنو هو لا سورس، شنو هو المود ترانسميسيون، شنو هو الفيكول. وبطبيعة الحال هادشي هذا مهم بزاف أننا نجاوبو عليه، لأننا إلا عرفناه هنا راهنا في نصف النصر، تفهمنا. عطينا أستاذ المثال لأن هنا مازال ما فهمناش. واخا جينا في كورونا فيروس، جات الصين ودارت كاع المراحل اللي شفناها في ديسكريبتيف، هنا جات باش دير واحد ليبوتيز ولا بليزيوغ ليبوتيز باش تقول مناش جاي هادشي هذا. فهنا لي زيبوتيز اللي كتحط بطبيعة الحال ماغاديش تحطهم عشوائيا، يعني غتحطهم اون بازون ديال هاد لي زانفورماسيون هضرنا عليهم كاملين، يعني وحده فيهم غادي تكون صحيحه على الاقل. فجات حطات بطبيعه الحال من بعد ما اكتشفات بزاف ديال الامور في الفاز الاولى، حطات دي زيبوتيز، قالت بانه لا سورس مثلا جايه من بطبيعه الحال سيغ من لي زانيمو، ولكن هاد كورونا فيروس انيمال راه كاين في الخفاش، كاين في الافعى، كاين في كذا، ففين بالضبط منين لا سورس جات، منين بالضبط. هنا كيحطوا هذه فرضيات، كاين اللي كيقول مثلا الاول غادي يجي يقول لهم مثلا كيف خفافيش هي لا سورس يعني برينسيبال، وكاين اللي غادي يجي يقول لهم لا كاين في سيربون هي لا سورس برينسيبال اكسيتيرا اكسيتيرا. هادو هما لي زيبوتيز. عاوتاني لاجون كوزال، كاين غير يقول لهم كورونا فيروس 2019، كاين غير يقول لهم لا راه كاين كورونا فيروس 2019 راه ديجا ميمكنش يدير هادشي، راه كاين يعني واحد كورونا فيروس اللي ديجا ديفلوبا، يعني راه الشكل ديالو جديد نقدروا نقولوا، فهمتي. هنايا كنحط لكم انا غير امثله، يعني دي زيبوتيز اللي يقدروا يكونوا داروهم الصين في هذه المرحله هذه. بعد ما حطوا دي زيبوتيز الله اعلم بها شنو هما حطوا، طبيعه الحال راه كيديروا دي سانتيفيك اللي فريمون دي سبيسياليست. فهنا غادي ننتقلوا، يعني من بعد ما حطينا لي زيبوتيز، هادو دي زيبوتيز راه كيبقاو في كل حاله كيبقاو فرضيات مازال ما تحققناش منهم، شنو خصنا نتحققو منهم؟ خصنا نديرو تيست ديال لي زيبوتيز. ولكن هاد التيست ما كيعندناش هنايا في هاد لافاز، هاد لافاز سالينا فيها، لافاز ديال زيبوتيز فيها غير هاد المرحله فورميلي لي زيبوتيز صافي بركه. حنا غادي ننتقلو للمرحله الثالثه والاخيره اللي هي لافاز اناليتيك، اللي كنكون فيها لاناليز تاع هاد المرحله، مهمه وطويله شويه فركزوا معايا. لافاز اناليتيك هاد لافاس كتبدا بلا تيست ديال لي زيبوتيز اللي ديجا عاد بدوينا عليهم وقلنا باننا حطيناهم نتيستيو، يعني حنا وياكم دابا نحاولوا اننا نتيستيو هاد لي زيبوتيز هادو. اول حاجه سي ليتاب دو ليبيديمولوجيك اناليتيك هادير معروفه، يعني كومباريزون اونتر كا اي تيموان اكسبوزي اي نو اكسبوزي. شوف هاد التيست ديال لي زيبوتيز كيدير لنا واحد المقارنه ما بين ليكا و لي تيموان، سيتادير ليكا هما الحالات اللي عندنا اللي عطينا عليهم قبيله ودرنا لهم ديفينيسيون والكولاك دي دوني داكشي كامل، و لي تيموان بالعربيه هما الا بغيتي تقول الشهود. وغتخليكم من هاد ليكا و لي تيموان، انا غادي نقول لكم علاش غتخليوهم، لاننا غادي ندويو عليهم بالتفصيل وغادي تفهموهم. وطبيعي الحال كنديرو كومباريزون ما بين لي زيكسبوزي و لي نو اكسبوزي، يعني الناس اللي فيهم الفيروس والناس اللي ما فيهمش الفيروس. واخا نديرو كومباريزون، او سيت
عرفنا، ولكن كيفاش غنديروا هاد الكومباريزون؟ كيفاش؟ واخا هنا كيجي واحد الحاجه كتسمى ليتود ايبيديميولوجيك، وهي اللي كدير لنا الكومباريزون. لي تيب ليتود ايبيديميولوجيك عفوا فيها دو ايتود غادي نقراوهم، هي الكوورت والكاتيموان. الكوورت والكاتيموان هادو دي زيتود اللي كيداروا يعني بطبيعه الحال بالماط، ف غادي نخليهم هكا معلقين لان غادي نخصص لهم فيديو بوحدو، ما غاديش نقدر انني نهضر عليهم حتى هما، وغادي ما غاديش نقدر ندير لي زيكزيرسيس في هذه الحلقه لانه كما كتعرفوا راه ماشي راه كثر من ساعه انا في هذا لا فيديو هادي، و فريمون احتجت ليا سيمانه اسبوع ديال البريباراسيون غير في هاد يعني في هاد ليبيزود هذا. فبطبيعه الحال غادي نحاولوا اننا نوقفوا في واحد المرحله من هاد المراحل اللي هنا، ولكن الكاتيموا والكوورت غادي نشرحوهم بالتفصيل وبالتدقيق في الحلقه الجايه ان شاء الله، غتكون قريبه الى جبرت بانه كاين اهتمام ان شاء الله غتكون قريبه، وغادي ندويو فيها وغادي نديرو لي زيكزيرسيس وغادي تفهمو مزيان الكاتيموا والكوورت وشنو الفرق بيناتهم ولي زيكزيرسيس كيفاش ديروهم وداكشي كامل، ما غاديش تبقاو تجبروا معاه المشكل لانه سهل وسهل بزاف. واخا نوليو ونشوفو شنو هي المرحله اللي مور هادي، و اللي يعني لي طاي ديال هاد الكاتيموا والكوارت غادي نشوفوهم من بعد صافي. واخا نشوفو المرحله اللي مور هادي دي ميزور دو لوت اي دو كونترول. واخا ندخلو نشوفو هاد لي ميزور دو كونترول. اول حاجه كيقول لك نو با اتوندر لا فان دو لانفيستيكاسيون، ميزور جينيرال او دوبي سبيسيفيك سولون لي ريزولتا. حنا درنا واحد لا فاز ديسكريبتيف، هذيك لا فاز فيها بزاف المعلومات تعطات لنا بحال لا سورس ترانسميسيون، الا كانوا كومون انيسيال او بيرسون ا بيرسون في البلاصه كيخصني انني نفرق دوك الجموع ودوك التجمعات. اوكي فكيقول لك ما تسناش تسالى لافيسيكاسيون كامله، سير دير دي ميزور جينيرال من هاد النقطه هادي و على حساب لي ريزولطا اللي جاوك. اوكي تفهمنا. حاجه ثانيه تيب دو ميزور بور كونترولي لا سورس، بحال دابا كولوراسيون بلو، يعني الا كان لا سورس هو لو كنحاول انا ندير كولوراسيون داكشي، يعني لا ترانسميسيون ميزور ديزيان، يعني الا كان ترانسميسيون كما كيقولوا مثلا دابا من ناحيه ديال كورونا فيروس كيقولوا لا سورس كيقولوا ما تقربوش لي زانيمو، يعني ما تقربوش لا سورس ديالها. كيقول لك لا ترانسميسيون كيقول لك حطات، يعني راه دابا الا مشيتي لي زوتيل ولا مشيتي مثلا لاي بلاصه سياحيه ولا المحلات اللي كبار ولا لي سوبر مارشي تقدر تجبر مثلا دي تيكيت ديال كورونا فيروس، كيعطيهم لي ميزور ديزيان كيقول لك حاول انك تغسل يديك وحاول انك ما تصافحش الناس وحاول انك يعني تجنب دوك التجمعات. هادشي كيتعطى في كاع هاد الاماكن اللي قلت لك دابا. لو فيكول بطبيعة الحال الا كان مثلا شي فيكول هو اللي كيدير لنا مثلا كان برودوي ولا شي حاجه كتعتبر فيكول، كنحاولوا اننا نستوبو ديك الفيكول ولا نحيدو داك البرودوي، ولا مثلا كانوا في يوغان داك السوق كيتباعوا لي زانيمو داكشي كنحاولوا اننا دوك لي زانيمو ما يبقوش كيتباعوا، يعني على الاقل في هذه الفتره هذه. ف كنتمنى هادشي ساهل لي ميزور دو كونترول، راه مساهلين ماشي شي حاجه اللي عاد مازال نشرح فيها بزاف. طبيعة الحال حتى ليزولمون دي مالاد حاول اننا نديرو ليزولمون، هادشي اللي دارته حتى هي يعني قبل ما يكمل هاد لانفيستيكاسيون نديرو تريتمون سبيسيفيك دي مالاد دي يعني دي بورتور دي فيكول دي فيكتور، هادشي كامل يعني كنديروه يقدر يكون فيكول بنادم نديرو له توا تريتمون، يعني البورتور تاعو نديرو له تريتمون، الفيكتور حنا هضرنا على الفيكتور الريزيرفوار تاعو نديرو له تريتمون، هادشي كامل هضرنا عليه شحال هادي، رجعوا لي زيبيزود وشوفوه. ليمينيزاسيون دي سوجي ا ريسك، يعني مينيميزيو لي سوجي ا ريسك بحال الناس اللي عندهم يعني لي مالادي كرونيك، بحال دابا كتشوفو كورونا فيروس راه ما كيموتوش به الناس اللي عاديين واللي جون واللي فريمون عندهم ليمونيتي ديالهم يعني فوق، ولكن كيموتو به الناس اللي عندهم ليمونيتي لي فابل، يعني عن طريق دوك لي باثولوجي كرونيك اللي عندهم، وبطبيعة الحال السوجي اجي اللي كيكونوا ديجا فابل و ا ريسك. ف ميزور ليجيان يعني دي ميزور ليجيان دي انفيكسيون دو فيكول و يعني ادوكاسيون سكولير اللي صدرت في الصين بحال هادي واللي دارت في ايطاليا واللي كتدار دابا بزاف البلدان في العالم.
ليديكاسيون سكولير حتى هضرنا عليها في لي ايبيزود اللي فاتوا. فهادشي كامل هذا لي ميجور راه هضرنا اليوم وطبيعه الحال واضحين. حاول انك تكتبهم وترتبهم عندك بالطريقه ديالك وغادي يكون امور سلامات يعني تكون امور رائعه. ندوزو المرحله اللي موراها واللي هي بريباراسيون دو رابور. شوف من بعد ما درنا هادشي كامل بدات المرحله ديال لافيستيكاسيون كتسالى. هنا الناس اللي كيكونوا يعني مكلفين بالانفيستيكاسيون كيحطوا واحد رابور جينيرال هادشي كامل. هاد رابور غادي نشوفوا شنو فيه. اول حاجه فاش كنديروا ريداكسيون ديال رابور دالانفيستيكاسيون هو ال بيرميت دو دوكيمونطاسيون يعني كيوثق داكشي اللي تدار. ثاني حاجه كيديرها يعني كيعطي دي ريزولطا يعني كنكتبوا فيه ماشي كيديرها يعني الحوايج اللي كنديروا حنا في داك الرابور كنعطيو لي ريزولطا اللي وصلنا ليها في الرابور وكان بروبوزيو دي ريكومونداسيون من خلال ريزولطا اللي جبرنا في هاد لانفيستيكاسيون. عقلوا على هاد الترتيب. من بعد ما درنا ثلاثه الحوايج كيقول لك سوفون لي ميزور دو ليت اي دو بريفونسيون سون انتربريز بار لي زوتوريتي لوكال و ابري ليكتور دو سو رابور. كيقول لك ابري ما تم يعني لا ليكتور ديال هاد لو رابور طبيعة الحال خصها تحرك خصو يحرك لي زوتوريتي لوكال باش تحاول تزيد تعمق من دوك لي ميزور دو كونترول اللي عندنا اليوم وتحاول تزيد تابليكيهم. هو واحد لوتول هاد الرابور بطبيعة الحال اوتيل يعني اداة من اجل لونسيونمون دو ليبيديميولوجي صافي. فا دي حاجة باينة ريفيرونس بور لانفيستيكاسيون التيريور. فا الى جمعنا هاد لي زانفورماسيون كاملين تقدر كاع ما تكتب هادشي كامل اللي قلنا لانه كيهضر في نفس الحاجة. الحوايج اللي كيهضر عليهم هو انه كي دوكيمونتي كي يكتب لي ريزولتا كي بروبوز دي ريكومونداسيون كيما قلنا كيحاول انه يشعر لي زوتوريتي لوكال باش ياسوري لي ميزور دو كونترول. و بطبيعة الحال ديك لونسينيومون راه نفس الحاجة اللي دوينا عليها و تاديك الاخرى نفس الحاجة ريفيرونس هو كيبقى سي تان ريفيرونس يعني تقدر تزيدها تاني كيبقى ريفيرونس للحوايج اللي وقعوا من بعد. غادي نقدروا نرجعوا لهاد الرابور ونشوفوا شنو درنا فيه ونستافدوا منه. فالرابور مهم بزاف وكيدير لنا واحد الدور اللي ايسونسييل في اطار هاد البريباراسيون ديال لو رابور. غنشوفوا بانه لو رابور كيتكون من واحد المراحل كيدوز منها صافي. لان كما كتشوفوا اي رابور كيما بغات تكون الحاله ديالو يعني غير انت الا كتبتي رابور مثلا رابور دو ستاج فراه كيجي لونسينيون كيقول لك ها كيبغيت انا الرابور يكون. فبطبيعه الحال حتى هاد الناس ديال اللي كيديروا هاد الرابور هذا كيكونوا عاطين واحد لا فورمول اللي خصهم يتبعوها. وهاد الرابور سواء كيكون فيربال سواء كيكون اكري ولكن غالبا لا فان ديالو كيكون اكري يعني كي دو كومبروندر لي زيليمون سويفون. بطبيعه الحال اون انتروديكسيون افيرماسيون ليبيديمي هادشي هضرنا عليه. فتقدر تقول بانه خصك تهضر على كل ايطاب دوينا عليها سواء في لافاز ديسكريبتيف سواء في لافاز ديزيبوتيز سواء في لافاز اناليتيك كاع لي ايطاب خصك دوي عليهم بالتفصيل الممل يعني لي مويان دو فيريفيكاسيون دياغنوستيك ديفينيسيون دو كا من بعد ديفينيسيون دو كا كوليك دي دوني من بعد ديكريغ يعني ديسكريبسيون دو ليبيديمي لي ميثود كوليك دي دوني كيفاش شكون هما لي ميثود باش جمعنا لي دوني شنو هما لي سورس لي جمعنا منهم لي دوني و دير ثلاثه ديال النقاط و كاع المراحل الاخرين حتى هما ديال الاضافه ديالهم كاملين انا غادي نهضروا عليهم كاملين في داك لو رابور. وفي الاخر غادي دير كونكليزيون اللي كتجمع لنا ديك العصاره ديال داك رابور كامل وكتعطينا المفيد. فهادشي كان يعني كلشي بالنسبه للرابور اللي خصكم تعرفوا يعني امور بسيطه بزاف. دابا غنقدروا نوليو ونشوفوا شنو يعني لي طاب اللي بقات لنا في الاخر واللي هي كونتينيو سيرفيونس. الى عقلتوا معايا فهضرنا على هاد الكونتينياسيون ديال لا سيرفيونس ايبيديميولوجيك هضرت عليها وقلت لكم راه نرجع ندويو عليها. قلت لكم بان شاك ايتابليسمون سونتي كيما بغات تكون بريفي ولا بيبليك وخصوصا لي بيبليك كيكون عندهم واحد الحاجه كتسمى لا سيرفيونس كونتيني ايبيديميولوجيك. فهاد لا سيرفيونس هادي كيكونوا كيديروها لي ماجور دو سيرفيس يعني الا مشيتو تسولو شي ماجور دو سيرفيس غادي يقول لكم فريمون انا كنديرها مثلا شاك موا شاك اني. بطبيعة الحال كيعطيه واحد البيريود كل مره كيصيفط رابور ايبيديميولوجيك ل سميتو لي زوتوريتي. ف
هاد لا سيرفيونس هادي كتكون ديما يعني سواء كانت ايبيديمي ولا ما كانتش ايبيديمي، لاننا كناخذوا منها لي زانفورماسيون باش كنعرفوا اصلا واش كاينه ايبيديمي. كنقارنوا ما بين لي ريزولطا ديال هاد لا سيرفيونس كونتيني العاديه وما بين لي ريزولطا ديال هاد لي نوفوكا. فكيقول لك بكل بساطه الي اسونسييل لاسيغ اون سيرفيونس ايبيديميولوجيك بيرمانونت تو ان ايفاليون ليفيكاسيتي دي ميزور دو كونترول. كيقول لك الي ايفيدون كو سون ان سيستيم دو سيرفيونس سونسييبل اي رياكتيف كون ايبيديمي on pourra être détecté à temps et aucune mesure de contrôle ne pourra être menée au moment opportun. شنو هادشي هذا هو اللي جات لكم هو اللي نصحنا كنقولوا لا سيرفيونس كونتيني اللي كيديروها لي سيرفيس لي ماجور سيرفيس راه مهمه بزاف واغلبيه ديال لي ماجور سيرفيس كيعرفوا هاد لا سيرفيونس في طرف بوبليك راه تقدروا تشوفوها ولا حضرتوها على شي وحده منها فما كيترش داكشي جوست 100% ولكن المهم على الاقل كتكون واحد لو ريزولطا اللي كتنفعنا من بعد. ف طبيعه الحال هاد لا سيرفيونس مهمه وهذا حنا عرفنا علاش مهمه لاننا ديما كتكون مقارنه وكنعرفوا وهي اللي كتعطينا مثلا كتخرج مثلا وزاره الصحه في اي دوله وكتقول باننا سجلنا في هذا العام عدد من الحالات الفلانيه مثلا من وفيات السكري ولا وفيات مثلا كونسير ولا شي حاجه بحال هكا. فهادشي بطبيعه الحال كيكون جاي من هاد لا سيرفيونس ايبيديميولوجيك لي كدار اون كونتينياسيون. فكنظن بان هادي هي اخر ايتاب وكنكونوا بهذا الشيء هذا ساينا لونكيت كامل. بقى لنا حاجه واحده ما ديطيناش فيها هي تيستي لي زيبوتيز مازال ما تيستيناهاش مزيان يعني الطريقه اللي خصها تيستا بها. فهذيك الديابوزيتيف عقلوا ليها مزيان غادي نرجعوا ليها وغادي نديطيو فيها مزيان في لي كاكو لي كاتيموا والكوات بطبيعه الحال دي زيتود غادي نحاولوا اننا نديرو فيهم ديك اكزيرسيس ونعرفوا لي ديطاي ديال لي ديطاي ديالهم. اي حاجه قلناها هنايا كيخصها تحفظ كيخصها تضبط كيخصها تفهم مزيان. اللي كنتمنى طبيعه الحال انك عرفت اللي كنتمنى هو تكون هذا الجهد عطى واحد الثمار قدر انه يوصل لكم لي انفورماسيون. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح والسداد في الحياه ديالكم بلا ما نحاول نوصيكم ما تخليوش هذا الجهد كيمشي هباء من ورا. بارطاجي افيك لي زوتر كيما بغاو يكونوا لي جروب واتساب لي زامي ديالك لي كو فيسبوك كلشي سيتو بلاي. ابري دي كومونتير لي يقدروا انهم فريمون يكافئوا هاد لي فور. وكنتمنى لكم النجاح والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى اللقاء ملقانا في الحلقه القادمه ان شاء الله.